السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا وأصدقائنا، مرحبا بكم في موضوعنا الجديد اليوم، ألا وهو طريقة صنع الصبغة الحمراء ولا اللون الأحمر اللي نقدموه للطيور تاعنا باش تكتسب ذلك اللون. وهذه الطيور هي الموزايك ولا الأغات موزايك ولا أي حاجة متعلقة بالموزايك، الأغات موزايك، توباز موزايك وما شابه ذلك، الروج ألمون، ريد فاكتور، يعني بزاف انواع اللي فيها اللون الاحمر. انا راح نستعمل طريقه طبيعيه 100%، الا وهي البيطراف كما نعرفه كامل ولا الشامندر مع الجزر لاحتوائهما على ماده صبغيه تدعى بالكاروتين، و100% ما تضرش الطيور تاعنا، 100% طبيعيه. الطريقه هي كالتالي: ناخذ 3 حبات صغيره ولا متوسطه تاع الشامندر كما راكم تشوفوا، نغسلوهم وننقيوهم، ومعاهم 2 حبات جزر. بعد ما نظفناهم وقشرناهم نقطعوهم الى قطع صغيره، وبعد نحطوهم في الروبو ونمكسيو كلش، نرحيو كلش مع القليل من الماء باش نتحصلوا على ليكستري تاع اللون. نديروهم على هذا الشكل مكعبات ولا قطع صغيره باش يقدر الميكسر يرحيهم. تزيد له شويه ماء، نخفوه بغير شويه ماء باش يقدر يرحيهم، وبعد نتحصلوا على خليط. الخليط هذاك نصفوه ونديو غير العصاره غير ليكستري، يعني تشوفوا واحد الدرجه تاع الحموره، لا كولور قاسحه بزاف. دوك نديروه في في في, في الروبو. نضيفوا له القليل من الماء كما راكم تشاهدوا باش يقدر الميكسر يخدم خدمته. هكذا تكفي. وهذا الناتج كما راكم تشوفوا، الخليط بعد ما رحيناه الله يبارك ما شاء الله اللون قاتم. دوك نصفيوه ونديو غير ليكستري، هذا واش نسحقو حنا. دوك نبداو نصفيوه كيما راكم تشاهدو، ونبداو نهبطو بشوية نعصروه باش تخرج العصارة هذيك تاعو، يعني نديو غير لاكولور. انا هنا راني مستعمل 2 صفايات مصفات، راكو تشوفو واحدة 2 باش ما يفوتوش البقايا هذوك، يفوت غير ليكستري تاع ولا الجو تاع الشامندر والجزر. وهذه الخلاصة تاع العصارة كيما راكم تشوفوا، اللون احمر قاتم. دوك نعمروه في زجاجة ومن بعد الباقي نقول لكم واش نديرو به، وفي الاخير نحصلوا على هذا الجو ولا هذا ليكستري تاع الشامندر مع الجزر. يعني فيه فائدة عظيمة ب100% طبيعي، لون الطيور تاعنا قلنا الموزايك، الأغات موزايك، الروجالمون، أي طائر به اللون، مام الطناد فنزويلا، يعني باش يكتسب اللون الأحمر سيرتو كي تكون الفراخ. الآن طريقة التقديم هي عن طريق المشربية، نمدوه ديريكت في المشربية يوميا للطيور. الطيور تاع الموزايك نمدوها لهم اثناء وقت اثناء مرحله تغيير الريش، اما الفراخ تاعها نمدوهم من اليوم 41 بعد الفقس، يعني الفراخ كي تولي 41 يوم في عمرهم نقدم لهم الشرب هذا حتى يبان فيهم اللون الاحمر، يعني في المناطق المعروف فيها عليها تاع الموزايك. ودرنا درس تاع الموزايك من قبل، روحوا تشوفوا لي كريتير تاع الموزايك. اما الروج المون وريد فاكتور نمدوه 30 يوم قبل التزاوج، يعني 30 يوم نمدوه للذكر والانثى قبل التزاوج باش الفراخ كي غير يفقسوا يخرجوا حمر ديريكت. هكذا احبابي. وثاني كاينه حاجه واحده اخرى قلنا 100% طبيعي، يعني مش راح يضر الطائر، مش راح يضر الكبد تاعو. بار كونتر كي نمدوا الكونتاكس راح نهلكوا الكبد تاع الطائر تاعنا، وتتحتم علينا ان نمدوا الافيكول للوقايه وتنقيه الكبد من السموم. تسمى في الحاله هذه ما تسحق لا افيكول لا تنقي الكبد، 100% طبيعي. هذه هي.
اما الديشي اللي قعد، يعني هذاك الديشي اللي قعد تاع الشامندور والجزر اللي قعد، واش نديرو له؟ نلموه كيما هكذا، نقطروه بعد ما قطرناه مليح من الاكستري تاعو، من الجو تاعو، نحطوه في الفور حتى ينشف، غير ينشف مليح تنحى منه لوميديتي، ولا في الشمس كيما تحبوا، في الفور ولا في الشمس، ليسونسيال ما يتحرقش برك. ومن بعد هذا الديشي عباره عن بودره، لا بودر هذه نخلطوها مع الباتي ونقدموها او ميم طون الطيور تاعنا تاكل منه، يعني راح تكتسب اللون الاحمر، روعه روعه، قمه في الجمال. هذه يا خاوتي ان شاء الله نكون فدتكم، وتهلاو في روحكم، ونتلاقاو في موضوع جديد باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.